جميع الأشياء بما فيها المثل هو الذي يضمن طابع الإلزام للبرنامج. شكرا للرفيق العزيز. إذا سمحتوا لي الوضع التنظيمي لم يتغير، أنا نقول لك علاش، لأنه لازلنا بكل مناضلات ومناضلين الذين واكبوا تجربة الفيدرالية. تجربة الفيدرالية تجربة رائدة، بمعنى هناك أحزاب ومجموعات وفعاليات ومثقفين الذين التحموا حول تجربة الوحدوية، لأنهم رفضوا على أنفسهم ورفضوا على تنظيماتهم أن يطبعوا مع فساد الآخرين ومع فساد أحزاب معينة، وقررنا أننا نجتمع وأن نبني الحزب الذي سيمثل الطريق التالي ويمثل القوة الانتقالية على المدى المتوسط. لذلك إذا كانت هناك إيجابية في بعض الصداع التنظيمي، هذا يدل أن المغاربة خصهم يعرفوا على أن اليساري قبل الانتخابات فهو يناقش أولا التنظيم بغض النظر على المسألة الانتخابية، وهذا رأي إيجابي في حد ذاته بما يبرهن على سلوك وعلى أخلاق المناضل اليساري، لأنه يفضل أولا بناء الذات ويفضل أولا النقاش داخل الذات قبل أن يخوض غمار الانتخابات، على عكس الأحزاب التي لا تبالي بكل ما هو يعني تنظيمي وكل ما هو إصلاحي من داخل البيت. لعل أهم شيء هو المقاعد، ونحن طبعا المقاعد ما هي إلا آلية لأجل إيصال الصوت ديالنا والرسالة ديالنا وحماية المغاربة في إطار مصلحتهم العامة، وطبعا إن شاء الله لما نكون القوة الانتقالية المقبلة أن نشكل حكومة تخدم المساواة وتخدم كرامة المغاربة وتخدم التوزيع العادل للثروة. لذلك أهم شيء هو بناء القوة، وبناء القوة هي بناء التنظيم الحزبي، وكان بيننا نقاش وسيظل بيننا نقاش، وهذا نقاش إيجابي لا يفسد للود قضية. كيف ممكن تقنعوا الناخبين انهم يصوتوا على برنامج الناخبين مقتنعين بنا؟ لعل ان نتقاسم مع الحزب الاغلبي في المغرب. الحزب الاغلبي في المغرب هو حزب العزوف، الا حزب العزوف، فهو يعني يندد بالبطنة الفاسدة للممارسات الانتخابوية التي تؤتت المشهد الانتخابي المؤسف الذي نعيشه، ونتقاسم معه هذا الوعي. غير اننا احنا بعد عشرات السنين من مقاطعة الانتخابات قررنا ان نشارك في الانتخابات، لذلك لا داعي لاقناعه. وما تيعرفونا تيعرفونا مزيان الان، الى اختاروا انهم ما يبقاو شي في العزوف وانهم يجيو يصوتوا، اكيد غادي نكونوا اول قوه سياسيه داخل المشهد السياسي، رغم الصعاب ورغم الكائنات الانتخابيه ورغم افساد العمليه الانتخابيه ورغم المتجاره في الدين، سنكون كحزب فيدرالي بين تكتلات وبين احزاب ومثقفين، سنكون طبعا بمشروعيه نكون القوه الانتقاليه ان شاء الله في المدى المتوسط. السياق ديال الترشح ديالي هو انا اولا قنيطريه، تولدت وكبرت في مدينه ديال قنيطره. هذا المستجد اللي كاين ديال اللوائح الجهويه دونك يمكن عدد من النساء والشابات، لانه فيه داك الالزام القانوني ديال تقديم وكيله والنائبه ديالها بشرط انهم يكونوا نساء. هي اول مره غادي ناخذ هذه التجربه الانتخابيه، هذا اول ترشح ليا، اول استحقاق غادي نخذوه، اول مره كندير حمله انتخابيه واللي انا مرشحه فيها. فاكيد هو ترشح جاء بطلب من رفيقات والرفاق اللي معايا من داخل تحالف الدلاليه اليسار. كيف كتعرفوا هذا التحالف اللي فيه ثلاثه المكونات، فيه تيار اليسار الوحدوي، فيه حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب طليعه الديمقراطي الاشتراكي. فالثقه ديالهم فيا وتشجيعهم ودعمهم واختيارهم للطلب ديال الترشح ديالي على راس هذه اللائحه الجهويه ما ممكن الا انه يزيدني ثقه باش انني نكمل هذا المسار ونخوض، علما انه احنا بالنسبه لنا كيف كندخلوا لهذه الانتخابات كنقولوا اننا غادي نقوموا بحملات اللي غادي تكون نظيفه شكلا ومضمونا، انه خطابنا غادي يكون فيه نوع من الامل اللي غادي نقولوه للمواطنين. انا كنعتبروا انه الامل هو اللي كيخلينا متمسكين وباغيين اننا نستمروا معا، اللي هو شعارنا في هذه الحمله
من اجل المغرب الاخر الممكن. دونك اليوم المعالم الكبرى ديال برامجنا كاين مقترحاتنا على المستوى الاجتماعي كيف كتعرفوا في ظل هاد 10 سنوات اللي دناها في حكم هاد الحكومه ديال العداله والتنميه. عرفنا واحد العدد ديال اكيد ماشي غير العداله والتنميه بوحدهم, انا كل المكونات ديال هاد الحكومه, عرفنا واحد العدد ديال التراجعات اللي ممكن اننا نترجموها ونلمسوها هو بعدد الاحتجاجات اللي كتخرج اليوم الشارع, فئات مختلفه, الاساتذه, الاطباء, الممرضين والمعتلين, فبالتالي كيدقوا واحد ناقوس الخطر اللي كاين واحد النوع من الانحباس الاجتماعي اللي خصو اليوم جواب سياسي, بحكم اننا كنعتبروا ان الجواب اللي ممكن انه يقودنا للتغيير ما ممكن الا يكون جواب سياسي. اليوم من داخل تحالف فدراليه اليسار على المستوى الاقتصادي كنطالبوا باصلاح ضريبي باش تكون عندنا عداله جبائيه حقيقيه. على المستوى السياسي كنتكلموا ايضا على ضروره ديال التغيير ديال الدستور, لان هذا هو المطلب اللي حاملينه حنايا كقوى ديال اليسار, حيت كنقولوا ان اليوم المواطن خصو يصوت على البرنامج الانتخابي ما يصوتش على الاشخاص, ومنين يصوت على البرامج الانتخابيه خصو تكون عنده الضمانه على ان كل حزب سوف يطبق برنامجه الانتخابي. في حاله ما اذا التزمش هذا الحزب بداك التعاقد اللي بينه هو كمواطن والاخر كفاعل سياسي, ممكن انه يلجا للتصويت العقابي باش يحاسبوا. هذا الشيء اللي ما كنعيشوش حنايا من داخل المغرب, اننا كنصوتوا على برامج باش كنختاروا المرشحين ديالها, لكن اون فوا الحزب كيوصل لقبه البرلمان كيوليو كيدافعوا على مصالحهم الشخصيه. بالنسبه لي كشابه كيفاش ممكن اننا نقنعوا الشباب يصوتوا على اللائحه ديالنا, انا كنقول بلي الشباب راهم كيشوفوا عندهم لي ريزو سوسيو اليوم اللي كتخلي المعلومه قريبه لهم. ان التجربه حنا ديالنا اللي خدناها من داخل البرلمان كانت بشهاده الجميع, يعني الخصم قبل المؤيد والمساند والمتعاطف, انها كانت تجربه ديال الرفيقين عمر بلافريج ومصطفى الشناوي اللي قدموا مقترحات, كانوا الوحيدين اللي كانوا صوتوا على رفع ميزانيه الصحه وميزانيه التعليم, وكذلك تكلموا على واحد عدد القوانين اللي كتهم الشباب بشكل مباشر. انا فاهمه باللي الشباب اليوم فقد ثقة في السياسة, كيعتبر ان الاحزاب كلها بحال, لكن هذه النظرة اللي ماشي صحيحة. اليوم ممكن اننا ندعموا فيدرالية, تحالف ديال فيدرالية اليسار كتشكل بديل حقيقي, لانها حزب مشكل من شباب. اليوم اغلبية ديال وكلاء اللوائح ديالنا هم شباب اللي ما كيتجاوز السن ديالهم 26 سنة في مختلف مناطق المغرب. هاد الشباب هادو جاو باش يمثلوكم احسن تمثيل ويوصلوا صوتكم ومطالبكم.